بقى لعقوبات تم فرضها او فرضها الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بناء على بعض الاحداث اللي شهدتها هذه النسخه من البطوله، وكانت كالتالي: اولا، توجيه تحذير للاتحاد الكاميروني لكره القدم بسبب ضعف تامين لقاء الجزائر وكوت ديفوار اللي اتلعب طبعا يوم الخميس اللي فات، وغرامه بتبلغ قدرها او قيمتها برضه عشان اقول لحضراتكم الرقم بالتحديد $5,000 على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد اقتحام مجموعة كبيرة من المشجعين إلى أرضية الملعب. برضو في غرامة $10,000 على الاتحاد الإيفواري لاقتحام مشجعين كوت ديفوار لأرضية الملعب، وسيتم توقيع غرامة قدرها $5,000 في حال تكرار ذلك من المشجعين الإيفواريين في مباراة مصر، وأيضا غرامة على منذر الكبير وفاروق بن مصطفى مدرب وحارس مرمى تونس قيمتها $5,000 على كل منهما لسوء السلوك، وتم التواصل مع الاتحاد التونسي لكرة القدم للتشديد على الالتزام بمبادئ النزاهة والروح الرياضية في كافة المباريات القادمة. طيب ده شيء على فكرة كويس، وده خبر إيجابي أنا شايفاه، ما فيش أي